صباح الخير يا زمتوعين، فتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. قدموا لكم كريم مجد اليوم 29 يونيو 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تداولات سلبية لأسعار الذهب، وطبعا بتتعرض لضغوطات نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي وواجبات البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي تعزز الطلب على الدولار وتضعف الطلب على المعدن الأصفر، تزامنا مع حالة التفاؤل بالأسواق حيال إنهاء الفيدرالي الأمريكي للتأثير النقدي بأسرع من المتوقع. دي كانت اهم الاخبار، ما كانش عندنا اي بيانات هامه نقدر نتكلم عليها، والنهارده هنكون في انتظار بيان هام وحيد من الولايات المتحده الامريكيه، وهو مؤشر ثقه المستهلك السي بي لشهر يونيو متوقع ليه 119. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما حضرتك شايفين التحركات العرضية والضعف الكامل لأسعار الذهب ودون أي جديد على مدار 10 أيام تداول، وده زي ما ذكرنا لحضراتكم كانت أسبابه، ولكن الشارت بيجبرنا إن احنا نلتزم الحياد وما نقتنعش طبعا بأي إشارة من الإشارات الموجودة، لأن حالة التذبذب الواضحة دي مش هتخلي أي إشارة هتكون أكيوريت بشكل كبير. وجوده على النقطات المحورية بيرجح من كفته للاتجاه الصاعد، ولكن مازال زي ما قلنا لحضراتكم كلا السيناريوهين متوقعين، وهنلتزم الحياد تماما لحين كسر 1798 لأعلى علشان يروح ل 1811 وراها ال 24، مرة تانية كسر 1798 وراها ال 11 وراها ال 24. السيناريو الآخر المعاكس سحب كسر ال 1750 وراها ال 32 وآخر نقطة عند ال 13. وكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.